تمام. طيب نروح بعد كده بقى مع حضراتكم، لان احنا كنا متابعين من فتره ويمكن امبارح كان معانا خبر عن فكره هنا تسليم المرحله الثانيه من الدرجات ضمن مبادره درجتك صحتك. احنا عرضنا تفاصيل المبادره دي امبارح، لكن احنا عايزين نشوف المبادره دي واصله للناس ازاي، فمهمه قوي ان احنا دايما نرصد ردود وتعليقات المستفيدين من المبادره. خلينا نتابع في التقرير التالي. رعاية وزارة الشباب والرياضة بيتم بدء المرحلة الثانية من مبادرة درجتك صحتك. الحقيقة أن الوزارة أطلقت المبادرة دي عشان تشجع الشباب والمصريين على ممارسة الرياضة، وبالفعل النهاردة هو أول يوم من المرحلة الثانية في مبادرة درجتك صحتك. الحقيقة دي يعني كانت بدايتها وفكرتها الحقيقة رئيسنا وقدوتنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كلنا بنمشي على في ضوء توجهاته وسياساته. كانت الحقيقة برضو توجيهات أستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن احنا في وزارة الشباب والرياضة يمكن اتعودنا إن احنا نقدم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كافة المجالات، رحلات، معسكرات، أيام ترفيهية لكافة فئات المجتمع. لكن الحقيقة ابتدينا نشتغل بشكل أكبر وأوسع، عايزين الناس تبتدي تتعود على الرياضة وتبقى الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لها. نعمله إزاي؟ ابتدينا يعني نشتري أداة رياضية كوزارة، نشتري مجموعة من الدراجات ونطرحها للجمهور بسعر مدعم علشان نبتدي نحفزهم ونخليهم إن هم يبتدوا يشاركوا معانا في أنشطتنا، ويبتدوا برضو إن هم يبتدوا يستخدموا الدراجة في حياتهم وتبقى أسلوب حياة للمواطن المصري. طبعا هي مبادرة كويسة جدا تحت رعاية وزير أشرف صبحي، طبعا بتخلي الشباب ان هم يبداوا يتحركوا شويه وبينهم قاعدين، فكانت حاجه فكره كويسه جدا جدا. يعني اول حاجه المبادره محترمه جدا، وثاني حاجه اللي خلاني اشتركت فيها اول حاجه سعر العجله، سعر يعني قيمه مقابل سعر، يعني السعر طبعا تخفيض او دعم من الوزاره بحوالي 25% عن السوق، طبعا فرق كبير اول حاجه. ثاني حاجه الرياضه اول حاجه، دي ثالث حاجه بالنسبه لي، ورابع حاجه يعني ليا ولا اخويا الصغير، يعني برضه نستفاد احنا الاثنين. هي المبادره بجد جميله حلوه، وكل الناس بتسعى ان هي تشترك فيها، وانا الصراحه كان نفسي في عجله يعني، وبابا قال لي خلاص استني المبادره لما تيجي، فاستنيت بقى لغايه ما الوقت جه وقعدنا على التليفون لغايه ما الحق المبادره يعني، وسجلت الحمد لله. وطبعا انا بشكر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وبشكر وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي ان هو عمل المجهود العظيم دوت، وان هو بيساعد الشباب في ان هم يحصلوا على الدرجات اللي هم عايزينها بدعم عن سعر السوق، وده حاجه عظيمه يعني وحاجه حلوه قوي يعني. لا هي مبادره كويسه جدا، هي مناسبه لكل الناس، هي يعني هي بتشجع الناس ان يجيب العجله. مثلا لو انا مثلا انا كنت ما كانش في بالي ان اجيب عجله بصراحه، بس اتشجعت اكتر ان اجيب عجله سعرها مناسب بالنسبه للسوق، هي سعرها مناسب جدا يعني. يعني في عجل مثلا بثلاثه اربعه مثلا، هي لا هي بتنافس العجل ده بصراحه، وشجعت ناس كتير ان هي تجيب العجل ده. هي المبادره حلوه قوي، وكمان انا بحب العجل ولقيت العجل بسعر مناسب. هي مبادره جميله جدا وشاركت فيها، لان انا طبعا اول حاجه بدعم الدوله وقرارات الدوله، وتاني حاجه اللي هي بسعر افضل من سعر السوق، والماتيريالز بتاعتها برضو ممتازه. طبعا زي ما انتم شايفين الاقبال كبير جدا على مبادره درجتك صحتك في اليوم الاول من فعاليات المرحله الثانيه. كل الناس اللي حابه تشارك هيتم الاعلان عن المرحله الثالثه في وقت قريب جدا، فخليكم متابعين مبادره درجتك صحتك.